لا يسعني الانتظار للدخول إلى الملعب. يوم جميل وأمواج وتناول المأكولات البحرية. الملعب المائي ليس جميلاً للدرجة. ليس لهذا أي علاقة بأن ليكويدو يلعب معنا هنا، أليس كذلك؟ لا يا صاح، إنه شخص آخر. درجة ذلك يا نور. أنتما تحبان المنافسة جدا. لست محق يا نورث شو، لا تجعل روحك التنافسية عائقا لمسؤوليتك تجاه الفريق. أين الملعب المائي؟ كدنا نصل. حسنا، هذا جميل حقا. من الرائع. اتجه الى المطعم مباشره. مرحبا يا نور. ليكويدو، كيف حالك يا صاح؟ أنت أبطأ حتى مما أنت عليه في الملعب، ومزاحك أسوأ منك في ركوب الأمواج. حسناً أيها الأبطال، أنتم مستعدون لجولة في المنشأة؟ خضع الملعب المائي لبعض التحسينات الكبيرة منذ زيارتكم الأخيرة. هدفنا هو القدرة على البقاء تحت الماء لمدة أشهر. الأكسجين يستخلص من ماء البحر، والمواد الغذائية في الطحالب تزودنا بالطعام. ندخل عبر البركة إلى المحيط حين يكون الملعب مغموراً بالماء. رائع! ما هذا؟ أجهزة دفع مائية، نستخدمها من أجل أعمال الصيانة. إننا ندعوها ألف دال ميم، لذا فلتلتزم بالاسم الكامل. وهنا توجد أحدث أفكارنا. هذه الكرة تحول الطاقة الحركية إلى كهربائية. ربما يوماً ما سنتمكن من إمداد الملعب بالطاقة عبر كرة القدم التي بداخله. وأخيراً لدينا غرفة التحكم. هنا حيث نراقب جميع العمليات في الملعب، بما فيها عمليات الغوص والطفو. للأسف لا يوجد زر يجعلك لاعباً أفضل. حقاً. أجل. أجل صحيح. أجل بالطبع. نورث شو، ماذا أخبرتك بشأن تنافسك مع أيها المدرب، العاصفة من النمط الخامس تقترب. يا لها من طريقة لإنهاء جولاتنا، والآن ستشهدون واحدة من أعظم العجائب. أرسلا، فريق هايدرا أسرع الفرق في المسابقة، يستخدمون سرعتهم لتمرير الكرة عبر دفاعات خصمهم. إن تركتم وراءكم فجوة صغيرة سوف يستغلونها. يا مدافعون، حافظوا على تشكيلتكم طوال الوقت، وقوموا فقط بعرقلة الخصم كملاذ أخير. لا تقلق أيها المدرب، سأنال أنا من المجنون ليكويدو. هذا ليس بشأن تنافسك مع ليكويدو، الأمر متعلق باللعب كوحدة متكاملة. تشيكس، تايجر، امنح المدافعين كل شيء لديكما. يا شباب، رائع. جميل. عمل رائع أيها المدافعون. يا للروعة. أحسنتم يا أصدقاء. أجل. يبدو الدفاع محكماً حقاً، لكنني أعرف كيف أنال منهم.
طعام من طحالب البحر، استمتع بطعام المستقبل. أين هي المأكولات البحرية اللذيذة؟ توقفنا عن تقديمه، هذا الطعام غير مناسب في هذه البيئة. انسى أمر الطعام يا بيك بو، لدي شيء أشهى بكثير، جوائز المحيط. سيفعل تيم ذو المجسات أي شيء ليحصل على هذه الحبوب الشهية، احذر منه في أشد الأماكن عمقاً. إن المكون السري هو لذة المذاق. المكون السري هو السكر. نورث شو ليكويدو، من المؤسف أنك عالق هنا، وإلا كنت سأعطيك دروساً في ركوب الأمواج. حاول إزعاجي كما تشاء يا ليكويدو، لن يفلح الأمر. إن أردت الصيد فالأسماك بالخارج. بالحديث عن الخارج، كنت أجرب رياضة خطيرة، سباق أجهزة الدفع. أمور قوية جداً، ربما تكون صعبة جداً عليك. لقد علمت أنك مستعد لتحدي صعب. سندور حول الملعب ونعود تحته، أمستعد؟ فلنقم بهذا. ثلاثة، اثنان. ليكويدو، الطحالب البحرية، أنا قادم إليك. تيم ذو المجسات سيفعل أي شيء ليحصل على هذه الحبوب، احذروا منه في أشد الأعماق. ليس جيدا، ليس جيدا، ليس جيدا. محاولة جيدة يا صاح، لكنك أمامي خاسر كليا. أن تخسر في لعبتك الخاصة، لابد أن هذا محرج. سهل جدا. أجل، سهل حين تغش. ليكويدو. لا يوجد شيء يدعى تيم ذو المجسات، لا يوجد شيء يدعى تيم ذو المجسات. ليكويدو، أنت لا تصدق. انتباه، ليحضر جميع اللاعبين إلى الملعب على الفور. سيغضب المدرب جدا حين يكتشف ما الذي فعلته. هيا واجه الأمر، كلانا سيواجه المصيبة ذاتها. يجب أن نبقي الأمر في خط الدفاع. أجل، يجب أن نبقى صامتين تماماً، وربما سوف يتحسن الأمر. ماذا يشعر؟ ماذا يجري هنا يا شباب؟
ماذا يجري؟ تعطل مصدر طاقتنا الأيمن، لكن ليس لدي فكرة كيف. أنا أعرف، من الواضح أن هذا من صنعي تيم ذو المجسات. جدياً يا أخي، لا تتناول السكر. هذا يعني أنه ليس لدينا ما يكفي من الطاقة لنعود إلى الصدر. لا تقلقوا، سيصمد الملعب بسهولة حتى يتم إصلاح مصدر الطاقة. ولكن سنلعب بعد قليل. إذن دعونا نلعب. لكن ماذا عن المعجبين؟ كيف سيشاهدون جميع أهدافي؟ هذه مهمتي دايز، أنا من طاقم التصوير. أجل، بغض النظر عن مكان اللعب، أثق أن المشجعين سيكونون معنا. أعتقد أنك تعني فوقنا. نقل حي ومباشر للمباراة من الملعب المائي، من فوقه في الواقع. لابد أن ملعب هايدرا الرائع عالق في قعر المحيط، لكن سيتم مواصلة اللعبة كما كانت. وسننقل لكم كل ثانية منها، ونشكر طاقم الكاميرا من امرأة فقط. بدأت اللعبة. فريق هايدرا يستخدم سرعته ليجتاز خط الوسط لدى فريق سوبر سترايكا. المدافعون، حافظوا على مواقعكم. هل يمكن لدفاعهم أن يصمد أكثر من أعضاء فريقهم؟ أجل، أجل، وأجل مجدداً. نورث وبلوك وإيجل آي يعرفون كيف يحافظون على أرضهم رغم أنهم يلعبون تحت الماء. إن دفاعهم شرس يا أصحاب. إنهم يقومون بتصفيتنا. لا تقلقوا، أعلم كيف أستدرج نورث شو خارج اللعبة. هيا يا نورث، ما الذي تنتظره؟ حافظ على موقعك. تعال وواجهني. اثبت. ما الخطب أيها الجبان؟ خائف من الخسارة كما خسرت في السباق؟ مغفل. فيما يفكر نورث؟ لقد ترك أعضاء فريقه مكشوفين تماماً. جول! يتولى فريق هايدرا القيادة مبكراً. يا للروعة! عاش فريق هايدرا! ماذا؟ يا للهول! ليكويدو! يا رفاق، لو كنت مدرباً كنت سأبدل نورث. يبدو أنه يسخر من الفريق بأكمله، وأظن أنني أعرف السبب. لقد حدث صدع في الملعب المائي. لا دمد المجسات سيفعل أي شيء ليتمكن من الحصول على الحبوب خاصتي. ليكويدو، هذا خطأنا كليا، يجب أن نفعل شيئا. لا شيء يمكننا فعله يا أخي. هيا، هذه أرضك. لن أتخلى عن أرض سترايكا إطلاقا، لأنني ظننتك مستعداً لتحد قوي. من هنا، دعونا نخرج من هنا. نحو جانبنا. دعونا نخرج من هنا. أحد أجهزة الدفع مفقودة. تيم ذو المجسات، خذها، فقط خذها كلها أيها الوحش. كم تناولت من هذه الحبوب؟ 10 أو 20. صندوقاً؟ غير معقول يا صديقي، لديك حالة خطيرة من جنون السكر. إن لم يكن تيم ذو المجسات من فعل هذا، فمن فعلها؟ نحن. كنا نتسابق عبر أجهزة الدفع وأحدثنا صدعاً في الملعب. لكن لا تقلقوا. أجل، عودوا أيها الرفاق إلى السطح، سنصلح نحن هذا. وكيف تخططان للقيام بذلك دون طاقة؟ لدينا أحد أكبر مصادر الطاقة في هذا الكون، روحنا التنافسية.
كلما ركلنا الكرة أكثر تولدت طاقة أكبر. يا رجل، سيتطلب الأمر الكثير من لعب الكرة. حسن، يستحق التجربة. أجل، الكثير والكثير والكثير من التجارب. ربما لم يفت الأوان بعد لنهرب. أنتما لا تتعلمان أبداً، إن الطاقة الحقيقية تكمن في العمل الجماعي. أجل، إنها كذلك. لقد تلقينا للتو بعض المعلومات الاستثنائية. عادة تلعب الفرق الكبيرة لتحدث صخباً، لكن اليوم يلعبون ليعيدوا الملعب إلى السطح. ويبدو أن المشجعين نحوا روحهم التنافسية جانباً. لا يمكننا لومهم. اليوم إما أن يربح كلا الفريقين وإما أن يخسر معاً. توصيل كرة الطاقة بالنظام. وقد بدأنا. أصبحت مهمة الطرفين قيد التنفيذ. هدف لهايدرا. أنا للسوبر سريكا. انتباه، أصبحت الطاقة 15%. واصلوا التقدم. ربما هدف المباراة ليس النقاط. هذه اللعبة هي إحدى أعظم المباريات التي لعبت هنا. ليس أمرا مفاجئا، إنهم يلعبون من أجل النجاة. خمسة وسبعون بالمئة، 80%، 90%، 100%. مئة بالمئة. هذه هي. أحضروا الكرة إلى محطة الطاقة. سأتولى هذا. لا لا، أنا سأتولى هذا. تصرفك يا أخي. للمرة الأولى على الإطلاق، لا أدري ماذا أقول. ماذا عن؟ يا للروعة! انظر! تتم عملية العودة إلى السطح بنجاح. كان هذا عظيماً. بالنسبة إلي، فاكتفيت من المحيط. وأنا أيضاً لا أصدق أنني كنت مهووساً جداً ب... تيمن المجسات! كنت محقاً يا كلاوس، هذه الحبوب أفضل من الطعام البحري. لذيذ. مهلاً، ما الذي تعتقده؟ أن تيم ذو المجسات يتخفى حقاً في أعماق صندوق الحبوب؟ نورشو! لكويدو! لقد أحدثتما أيها الرفاق فوضى كبيرة. و... قمتما بعمل جيد حقاً. لقد فعلناها يا أخي. أجل، نشكل فريقاً مذهلاً. إذن... أيعلم أي أحد النتيجة النهائية؟
نحن الفائزون بالطبع. أو رجاء، كانت المباراة لنا، أنت كالقطة المبللة. كان الوضع جيدا طالما دام الوفاء. كانت المباراة محسوبة في نقاط الدوري، كنا سنهزمكم.